بين تمثالي خلد ثورته وسط مدينة القصرين واللي تبقى من دار وفي قريته، رحلت 50 كيلومتر بين الجبال، كل خطوة فيها الأحفاد علي بن غذاهم تتحدث على قصة ثورته ضد الظلم والمجبى، قصة تحفظت جيل بعد جيل وتكتبت بوجدان سكان قرية باهي الشعب. هذا البطل، هذا الزعيم الكبير الذي اشتهر بشجاعته وبقوته وبإرادته، وقال لأهالي المنطقة لا تدفعوا الضريبة، لأن الضريبة هذه سلطت عليكم وفرضت عليكم لا تدفعوها، وهذا السبب الذي جعل فيه تنطلق الثورة، وستبقى ثورة خالدة، وسيبقى علي بن غذاهم وهو بطل من الأبطال الكبار. في أبريل من عام 1864 وانطلاقا من البلاصة هذه، قاد بن غذاهم ثورة ضد نظام محمد الصادق باي بعد مضاعفة الضرائب على دواخل البلاد اللي كانت تعاني بطبيعتها من شتى أنواع الحيف. هذه المنطقة هذه دمان برم انطلق فيها علي بن غذاهم الثورة، عملوا فيها الكسكسي واللحم وانطلقوا من هنا بالثورة ومشوا. ورغم اللي الباي ومصطفى خزندار نجحوا في الإطاحة بثورة باي الشعب على مشارف الحاضرة، حفظ التاريخ اسم بن غذاهم، لكن الأهمال ما خلى من ذكرى باهي الشعب كان بقايا منزل ينجم يندثر في كل وقت، وبير مازال مات إيدو لما تبقى من سكان وزوار. هذه المقر قلت لك تاع علي بن غذاهم، هذه المسك، هذا مخل، الزوادير مشات على رواح، العباد توفت مشات على رواحها، قاعدة المقر نتاعو هو موجود، أكثر لا أقل، الجبل موجود، البير موجود. متحف لصون الذاكرة وحياة كالحياة هي كل ما طالب أحفاد بن غذاهم. وإحنا أحفاد علي بن غذاهم، ونظرا للمنظر اللي ماهوش لايق نطالبوا الدولة وإن كان ولا وزارة الثقافة ولا وزارة الإشراف اللي كان هي على الأقل يسموا له متحف باسم المنطقة هذه. قبل 159 عام بدا بن غذاهم من هنا ثورته دفاعا عن الكرامة، ثورة ما بقى منها اليوم كان برشا كلام وشوية حجر، كان تكلم راهو قال ما أقسى الباي على بن غذاهم، ما أقسى خلفاء الباي على التاريخ والحاضر